اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا وسهلا بكم في قناة زهرة الكاميليا لتعليم الكروشيه. النهارده هنعمل معاكم الارنوب الجميل ده، وهعرفكم ازاي تعملوا الرجل والايدين والراس. هنعمله معاكم ان شاء الله، هو ينفع للاكسسوارات كمنظم لاي حاجة، حلويات، في اوضة الاطفال، ينفع لاي استخدام ان شاء الله. هنعمله معاكم النهارده ان شاء الله. نبدأ على بركة الله، نسمي الله كده. معانا إبرة 3، ماركر، إبرة تنظيف، مقص، طبعا عيون للأرنوب، فايبر. هلزقها معاكم ان شاء الله. يعني هنعمل الدايره السحريه بتاعتنا كده. هو ده خيط خيش، طبعا عاملين الباسكت بتاعنا بخيط خيش. عايزه تعمليه بدعامه اعمليه، عايزه تعمليه من غير دعامه الباسكت اللي انا عامله عليه الارنوب ده من غير دعامه. عايزه تعمليه بدعامه اعمليه، بس مش برغزه الحشو العميقه، برغزه الحشو العاديه. بنبدا كده، بنعمل دايره سحريه. حط دي على فتلة واحدة مش فتلتين، دايرة كده، نعمل حرف الاكس وناخد كده، نشد كده الخيط اللي ايه تحت الابرة كده، ونرتفع سلسلة، شد خيطنا شوية كده، خليش الدايرة واسعة، ونبدأ اولها غرزة حشو، تاني، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. هنبدأ بست غرز حشو بالشكل ده. أول غرزة، فأول غرزة كده هندخل إبرتنا وناخد الخيط ونعمل اتنين حشو، واحد، اتنين، وهنعلم أول واحدة، دي اول غرزة هنعمل فيها اتنين حشو. هيبقى معانا في كل غرزة اتنين، وطبعا واخدين الخيط كده اللي احنا كنا سايبينه تحت الايه تحت الشغل. كل غرزة اتنين حشو، يعني احنا معانا هيبقى معانا 12 غرزة حشو. هعملهم وارجع لكم. 12 غرزة حشو، شلنا العلامة، وهنعمل في اول واحدة غرزة حشو، نحط العلامة بتاعتنا، بعدين تاني واحدة هنعمل فيها اتنين حشو، بعدين واحد حشو، اتنين حشو، يعني هنعمل واحد فخدي وواحد ايه تزايد، يعني اتنين في غرزة، غرزتين حشو في غرزة واحدة، غرزتين حشو في غرزة واحدة. ال 12 هيزيدوا 6، هيبقوا 18 معانا غرزة حشو، هيبقوا معانا 18 غرزة حشو. انا هعملهم وارجع لكم. اخر واحدة هيبقى معانا 2 حشو، ونعد غرزنا يبقى 18 غرزة حشو. هنعمل ايه عشان الشكل ما يبقاش سداسي؟ لو عملنا يعني في الاول هنبقى هنبدل بقى. عملنا هنا في اول الدور ده عملنا غرزة واحدة حشو، فاحنا كده هنعمل في اول الدور 2 غرزة حشو، يعني احنا انتهينا باتنين، هنبدأ باتنين كده في اول الدور 2 غرزة حشو بالشكل ده، عشان الدايرة بتاعتنا تبقى مظبوطة. فاحنا هنحط الماركر كده في اول ايه غرزة احنا عملناها، بدأنا باتنين غرزة حشو، يبقى احنا هنعمل واحدة غرزة حشو، والتانية واحدة غرزة حشو، والتالتة تزايد، يعني احنا هنعمل في التالتة تزايد، اتنين فردي والتالتة تزايد، واحد، اتنين، في التالتة تزايد. ده تزايد الدايرة العادي اللي احنا خدناها قبل كده، اتنين فردي، واحد، اتنين، في التالتة تزايد، واحد،
اتنين في التالتة تزايد. تالتة تزايد هيبقى انا هنا جزئين هيبقوا فرد عشان احنا بادئين بايه؟ بتزايد. دي واحد اتنين. كده هنبدأ بقى في فرد، لان احنا هنا انتهينا في فرد، هنبدأ هنا في فرد. هيبقوا تلاتة فرد كده بالشكل ده. ادي واحد، ادي كده ايه، خلصنا اتنين ودي التالتة. فاحنا هناخد كده الماركر في اول في اول غرزة كده ونعمل ايه، تلاتة فردي. ادي واحد اتنين تلاتة، وفي الرابعة تزايد. الدور ده هنعمل ايه، تلاتة فردي والرابعة تزايد. واحد اتنين تلاتة، وفي الرابعة تزايد. هنمشي الدور كله بالشكل ده، واحد اتنين تلاتة، في الرابعة تزايد. انا هخلص الدور وارجع لكم. تبقى تزايد اللي هي في الرابعة تزايد. تمام، هنشيل الماركر وهنعمل اول غرزة تزايد. نحط الماركر في الايه، الغرزة الاولانية، ما ننساش الماركر. بعدين اعمل اربعة فردي في الخمسة تزايد. تلاحظي ان التزايد بيجيش في الاتنين التزايد، يعني واحد اتنين تلاتة اربعة في الخمسة تزايد. واحد اتنين تلاتة اربعة في الخمسة تزايد. انا هخلص لاخر الدور في الخمسة تزايد وارجع لكم. اخر رابعة معانا فيها فردي، يعني اربعة فردي. يبقى احنا هنبدأ هنا في فردي. هنعمل ايه، واحد ونحط العلامة. احنا عملنا في الخمسة تزايد، هنعمل في الستة تزايد. يعني هنرتفع كده، عملنا اول غرزة كده فردي. هنعد بقى، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هيبقى في الستة تزايد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، في الستة تزايد. انا هعمل الدور ده خمسة فردي، وفي الستة اتنين حشو، وارجع لكم. حاجة كده عملت فيها في الايه، في الستة تزايد. هشيل الماركر كده واعمل اول حشوة تزايد، اعمل يعني اتنين اول دور تزايد بالشكل ده، واحط ايه العلامة في اول ايه ماركر. واعد بقى من بعد التزايد ده، اعد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، في السبعة تزايد. أعمل في السبعة اتنين حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، اتنين حشو. انا هعمل في السبعة تزايد وارجع لكم. بعد ما عملت في السبعة تزايد، بقت معايا الايه الدايرة بالشكل ده كده. فانا هعمل بقى ايه، في كل غرزة من الغرز دي انا هعمل غرزة حشو.
يعني في كل غرزه هعمل غرزه حشو، واول ما اجي على الماركر اعلم ايه مكان الماركر. تمام، هعملهم وارجع لكم. طلعوا 48 غرزه حشو. هنعمل كام دور؟ بعد الدور ده هنعمل 7 أدوار غرزة حشو، وارجع لكم. 7 أدوار غير الدور ده هيبقى 8 أدوار، يعني بالدور ده 8 أدوار. بعد ما ارتفعت كده ما عملتهمش 8 أدوار، عملتهم 10 أدوار. بس أنا لما أنا جيت اشتغلت وكنت عاملة في آخر حاجة تزايد في السبعة، لقيت الدماغ كبيرة يعني على الباسكت اللي انا عاملاه. فانت لو انت عامله الباسكت كبير اعملها اخر حاجه تزايدك عند السابع، في السابع تزايد. انا عملت اخر حاجه عندي في السادس تزايد. فهنعمل بقى، انا قلت لكم كده بس عشان لما بنيجي نتناقص بناخد مثلا لو احنا اخر حاجه عملناها السابع تزايد، في السابع تزايد بناخد رقم 7 ورقم 8 تناقص. لو احنا عملنا في اخر حاجة عندنا في السادس تزايد بناخد رقم 6 و7 تناقص. فانا خلاص بعد ما اختفحت بالادوار بتاعتي كده انا هبدأ اعمل بقى ايه ادوار التناقص. فهتناقص معاكم. فهنعمل ايه؟ هنشيل الماركر بتاعتنا كده اول غرزة ونحط الماركر. الماركر اهو، عملت اول غرزة وحطيت الماركر. 2 3 4 5. خلاص انا اتزايدت بقى ايه في اخر حاجة كان عندي تزايد في السادس. فانا هاخد السادس تناقص والسابع. ازاي التناقص بتاعي بقى مخفي كده؟ ناخد الحلقة الأمامية مع الحلقة الأمامية اللي في الغرزة اللي بعدها بالشكل ده. الحلقة الأمامية دي في الغرزة دي في رقم 6 ورقم 7 مع بعض كده، بنشد الخيط وبنعمل غرزة حشو، وده تناقص مخفي. نشتغل 1 2 3 4 5 6 6 6. هنشتغلها ازاي؟ هناخد الحلقة الأمامية في الغرزة السادسة، والحلقة الأمامية نعمل إبرتنا كده، وناخد الحلقة الأمامية في الغرزة السابعة ونشد الخيط، نطلع من الحلقتين، ودي غرزة حشو وده تناقص مخفي. التناقص المخفي بيتعمل في الأمجرومي، ده شغل أمجرومي. هنقول 1 2 3 4 5 6 والسبعة تناقص. قلنا بناخد الحلقة الأمامية في الستة والحلقة الأمامية في السبعة وبنعملهم تناقص، بناخدهم مع بعض نعملهم غرزة حشو. انا هعمل كده لاخر الدور وهرجع لكم. وصلت لاخر الدور كده، هعمل بقى ايه؟ هعمل هنا حشو واعلم بالماركر كده اول غرزة. هنعمل 1 2 3 4. هنعمل في الخمسة والستة ايه؟ تناقص. ناخد الحلقة الأمامية بتاع الخمسة والستة وناخدهم مع بعض، ودي 1 2 3 4 5 و6 تناقص. طبعا احنا عرفنا التناقص بنعمله ازاي، بناخد الحلقتين الأماميين مع بعض، حلقة بتاعت الخمسة والحلقة بتاعت الستة. 1 2 3 4
خمسة والستة تناقص، هفضل شغالة كده لآخر الدور وارجع لكم. خمسة والستة تناقص واحد. آخر الدور عملنا في الخمسة والستة تناقص، هنبدأ الدور الجديد ازاي؟ هنقول واحد وهنحط العلامة بتاعتنا، اتنين، تلاتة، والرابعة والخمسة تناقص. نعمل في الرابعة والخمسة تناقص، واحد، اتنين، تلاتة، الرابعة والخمسة تناقص. يعني الدور ده هيبقى في الرابعة والخمسة تناقص، هعملهم وارجع لكم. ونحط الواحد، نحط العلامة في الدور الجديد بقى. احنا عملنا في الرابعة والخمسة تناقص، هنعمل في التالتة والرابعة تناقص. هنقول واحد، اتنين، ونعمل التناقص بتاعنا، ناخد الحلقة دي مع الحلقة اللي بعدها، الحلقة التالتة مع الحلقة الرابعة، يعني الغرزة التالتة، الغرزة التالتة مع الرابعة. ونقول واحد، اتنين، تالتة والرابعة تناقص. الدور ده في التالتة والرابعة تناقص، هنعمل غرزتين ونعمل في التالتة والرابعة تناقص، هعملهم وارجع لك. الاخر الدور في التالتة والرابعة تناقص، هنعمل بقى ايه؟ غرزة حشو واحدة، وفي التانية والتالتة تناقص، غرزة حشو واحدة في التانية والتالتة تناقص، بس ما ننساش نحط العلامة، علامتنا كانت هنا، غرزة حشو واحدة في التانية والتالتة تناقص، غرزة حشو واحدة في التانية والتالتة تناقص. ونحشي بقى الفايبر، هحشي الفايبر كده بالشكل ده. قبل ما اكمل الدور انا هحشي كده، احنا قلنا غرزة حشو. بص، بنحط ايدينا كده على الفايبر وبنمسك كده، خلاص احنا حطينا الفايبر اهو، وبنعمل غرزة حشو واحدة، بعدين نعمل التناقص، التانية والتالتة تناقص، ناخد الحلقتين دول كده مع بعض. انا هعمل لاخر الدور وارجع لكم. كده احنا خلصنا في التانية والتالتة تناقص، عشان احنا هنخيط هنا كده، فاحنا مش هنقفل الدايرة، مش هنقفلها كدايرة عادية. يعني احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا عملنا ايه؟ خلاص احنا كده فاضلنا في التناقص، هناخد كل اتنين مع بعض. ليه احنا مش هناخد كل اتنين مع بعض؟ عشان احنا بنركبها كده، احنا هنعمل كده عشان هنعمل كل غرزة قصاد غرزة. يعني ايه كل غرزة قصاد غرزة؟ هنبدأ نعمل كده، نشبك دي كده كده، تكون كده عشان تبقى سهلة عليكم. تاخدي ايه غرزة ايه، شد الخيط كده، تاخدي منزلق، كده انت قفلت ايه، قفلت الدماغ اهو. بتكملي بقى ايه، تطلعي كده وتقصي الخيط وتخيطي عادي. انا عملتها كده بس عشان ان انا ايه اطلع من الغرزة دي، كده كده هخيطها يعني، وبإبرة التنظيف كده. طبعا لو هي دماغ عروس احنا ما بنعملش كده، احنا بنعمل التناقص العادي لحد ما بنوصل زي ايه، زي الستة اللي احنا عملناهم دول.
كنا هناخد كل غرزتين مع بعض. احنا كده هنخيط عادي كده بالشكل ده، كل اتنين كده قصاد بعض هناخدهم كده، هنرفقهم كده بالشكل ده لفق. احنا مش عايزينها مدورة، يعني زرها من تحت كده مش عايزاه مدور عشان هنخيطه في الباسكت. هنخيط بقى الدماغ بقى بالشكل ده، هنخيطها كده في الباسكت بالشكل ده، عشان كده انا عملتها عريضة مش مدورة. فانا معايا الخيط اهو، هنخيط كده، ندخل في اخر غرزة في الباسكت بالشكل ده. هي طبعا اللي مش عارفة تخيطها تثبتها الاول بأي ابر وبعدين تخيط. خيطتها بالطريقة دي كده بالشكل ده، خياطة عادية خيطها وارجع لكم. الدماغ بالشكل ده طبعا احنا لسه هنعمل الارنوب الودان ونحط له العينين، وهيبقى ارنوب ان شاء الله. يعني هنعمل بقى ان شاء الله رجل الارنوب. هنعمل رجل الارنوب هتبقى كده بالشكل ده. انا عملت واحدة وهعمل معاكم واحدة. طبعا الرجل والايد زي بعض. وانا بشتغل هقول لكم الايد هنعمل فيها ايه برضو عشان وقت الفيديو. هنعمل 6 حشو في الدايرة بتاعتنا السحرية دي. هنعمل 6 غرز حشو، 3 4 5 6، وهنقفل الدايرة بالشكل ده. وفي اول غرزة هنعمل 2، يعني 6 هيبقوا 12. هنعمل في كل غرزة 2 حشو. هنعلم برضو بالماركر، اللي مش عارفة تعلم اول الغرز بالماركر. بعد ما خلصت 6 حشو كده هبدأ في أول غرزة كده أعمل 1 حشو، في التانية 2، 1 حشو وبعلم، 1 حشو وبعلم بالماركر، 2، يعني في كل غرزة هعمل فيها واحدة وواحدة 2، يعني أول غرزة هعمل فيها واحدة والتانية 2، تالتة واحدة ورابعة 2، كل غرزة في كل الدور كده 1 2، تزايد العادي بتاع الدايرة. واحدة 2، ده طبعا خيط الشغل، خيط البداية يعني واخداه تحت الشغل. 1 2، لان احنا بادئين هنا بواحدة. هنقص الخيط ده بقى، احنا مش عايزينه.
احنا عملنا هنا واحدة، هنبدأ باتنين، نشيل الماركر ونعمل في اول غرزة اتنين حشو ونحط الماركر بتاعنا. شغل الرجل زي شغل الايد، يعني شغل في الرجل زي شغل الايد، بس هي يعني تزايدات معينة. ادي ايه عملنا في اول واحدة اتنين، واحدة واحدة، اتنين فردي وواحدة تزايد، اتنين فردي وواحدة تزايد، واحدة فيها اتنين، اتنين فردي وواحدة تزايد. هعملهم وارجع لكم. اتنين فردي، واحد اتنين، وبنوصل للماركر، بنشيل الماركر، وبنحط ايه هنا واحدة، نحط الماركر من هنا فردي، بنبدأ بفردي اتنين تلاتة، وفي الرابعة تزايد. احنا كنا بنعمل اتنين فردي وواحدة تزايد، يعني يبقى تلاتة فردي وفي الرابعة تزايد. واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة في الرابعة تزايد. وده اخر دور انا هعمله تزايد، اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة. هيبقى معانا ايه؟ تلاتة. هيبقى معانا أربعة. هعملهم وارجع لكم. خلصنا كده في القدم أدوار التزايد لحد إيه في الرابعة تزايد. في الإيد هنعملها برضو كده نفس الأدوار، بس بدل ما نعمل هنعمل لحد الرابعة تزايد، ونعمل كام دور؟ هنعمل ست أدوار في الإيد. وبعد كده هقول لكم بقى إحنا هنعمل إيه تاني. دي الرجل هنعمل سبع أدوار. بعد ما خلصت كده سبع أدوار بالشكل ده، هنعمل إيه؟ هنعمل أدوار التناقص بقى. واحد نحط العلامة، اتنين تلاتة، هيبقى في الرابعة والخمسة تناقص، التناقص المخفي اللي احنا شفناه، بناخد الحلقتين مع بعض، الرابعة والخمسة، الحلقتين القدمانيين اللي هي الفرنت لوب، اتنين تلاتة أربعة، ناخد الرابعة والخمسة. واضح؟ واحد اتنين تلاتة، الرابعة والخمسة تناقص، بس الحلقة الأمامية مش الخلفية، الأمامية. اتنين تلاتة أربعة خمسة تناقص. كمل لآخر الدور بالشكل ده وارجع له. أول دور تناقص معانا، تاني دور هنعمل غرزة حشو. عملنا في ايه؟ في الرابعة والخمسة تناقص، اتنين حشو، هنعمل في التالتة والرابعة تناقص، واحد
اتنين في التالتة والرابعة تناقص. واحد اتنين في التالتة والرابعة تناقص لآخر الدور وارجع لكم. هنعمل بقى ايه؟ احنا عملنا اتنين دورين تناقص، هنعمل ادي واحد ونحط العلامة، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر. ونعمل نحشي ايه؟ فايبر. نحط الفايبر كده في الرجل، يعني مش شرط نكبس الفايبر في الرجل، يعني لازم تبقى مهوية كده. ونعمل التمنتاشر غرزة حشو. هنعملهم كام دور؟ هنعمل ست دوار، ست دوار بس. اما في الايد هقول لكم تعملوا كام دور. الرجل بتبقى بالشكل ده، طبعا هي بتتحط هنا مثلا كده. احنا عايزين بقى الايد، الايد نفس التزايدات بتاعة الرجل، بس ايه احنا مش بنحشيها قوي، بس هي بتطلع بالادوار بقى زي ما انت عايزة بالطول المناسب. يعني بتحط الايد كده عند رقبة العنق بتاع الارنوب، وبتثبتيها كده، بتبقى فوق الرجل، يعني الرجل محطوطة كده، بتبقى الايد فوقها كده بالشكل ده. وبرضو الناحية التانية، فانت هترتفع بالادوار في الايد لحد الطول المناسب للايد بتاعتك.